الله وبركاته، معكم عبد الرحمن. اليوم راح نلعب ما شيء نجمع نقاط، يعني اشكال راسهم يكون دائري وجسمهم خط. شوف الصورة اللي هنا، شوف الصورة هذه. اليوم راح نلعب ذي اللعبة، ان شاء الله تستمتعوا. لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة، تفعلوا جرس التنبيه لياتيكم كل جديد. يلا نبدأ بالمقطع. طق بلاي. الحين نبدأ نلعب. وفي ناس لازم نقتلهم، مو لازم لكن نقتلهم عشان نوصل احنا المراكز اعلى منهم. شوفوا الحين في واحد المركز الاول معاه 100,000، لا كم، 20,797 نقطة، يعني كثير مرة. واحنا كم؟ واحنا بس كم لحظة، احنا بس 241. يعني كل ما ناكل اكثر كل ما نستاد، وهذا الحين اللي قاعد اكل منه هو راح ينقص وانا استاد. شوفوا هذا هو صح؟ ايه هذا هو، لو اكلت منه هو راح ينقص ويمكن انا افر بالمركز، يعني انا اكون اكبر منه. هو الحين اي هو المركز الخامس. شوف كم معاه، كان معاه ستة ألف. لو كنت اكل منه كنت انا كم كنت 300، لو ظليت اكل منه كان بينقص وانا ارتفع. كذا راح نكون وصلنا، راح نوصل مراكز وراح نوصل المركز الاول. والحين كم في واحد عندي؟ في واحد وفي اثنين في ثلاثة اشخاص عندي. هذا باكل اول شي من ذا، لا ابي اقتلهم، ابي اقتل هذا لانه مرة معه كثير. هو اي مركز؟ لحظة اي مركز انت؟ هو المركز اوح قتلته، والله ما كنت داري قتلته بالغلط، والله انا كنت بقتله. هذا وين راح؟ اكل منه من فوق. يلا والله هو ما يدري، خلوني اكل اللون. لا 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 لا، يا ريتني قتلت هذا، هو كان المركز الرابع بس ما مدانا عشان هذا جاء. يلا عادي كمل، يلا نكمل. لحظة هذا المركز كم؟ لا تقول لي المركز الاول. لحظة خلني اكل منه. شوف 67. لا مو هو، مدري هذا كم رقمه، مدري اي واحد هذا. ايش رايكم اكل منه من هنا؟ اروح فوق واكل كثير. اي والله خلني اكل من هنا. ذا جاني، ذا الحين بيقول ذا وش يسوي، خلني افزع. الحمد لله ما مداه. ذا بعد وش يسوي؟ خلني اكله. في نقطة ترى فوق، في نقطة من الاحمر، خلني اروح لها واكل من هذا بعد. والله ذا موجود، خلني انزل تحت واكل من الاحمر. لا والله لو اكلته كان حلو. شوف الحين كيف بسوي، بسوي روحي رايح ما اعرف وين. لا 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 ايوه، متنا احنا الاثنين. يلا عادي اهم شي انه مات، نكمل جيم. احس هذا اللي، لا مو هو. في وردي جنبي، لا خلنا نشوف اللي هم المراكز القوية، مثلا المركز الرابع المركز الخامس المركز الاول، ذولا نقتلهم عادي. هذا المركز كم؟ بل هذا ولا مركز. شوف لحظة، لا والله هذا ولا مركز. يلا كل من البرتقالي، كل انا معك ما عليك. لا ما اكلت منك. يلا كمل كل كمل.
انت كل من دص من ذي الجهة، انا باكل من هذه الجهة. يلا 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 يلا، والله البرتقال، برتقالي رايح فيها خلاص. ودع يا برتقالي ودع، انت مأكول، انت يا برتقالي مأكول. في احمر، لا تسوي روحك بتقتلني، اه لا تسوي روحك بتقتلني، اهم شي انك مت. لو شفت بس انت اي مركز، كل مرة اموت. ايوه حطها بالوقت الخطأ. اوه هذا مركز، حطط هذا مركز، لا هذا ولا مركز. تعال تعال بقتلك، ابلع توك بادي. بعد خلنا نكمل، ايش رايكم ناكل من الازرق؟ يلا خلنا ناكل هاللون هاللون هاللون. لا والله جاء، اح هذا المركز الرابع لازم اقتله. لا حط حط حط، لو حطيت كنت بقتله، والله كنت بقتله. هو هو المركز الرابع، والله كنت بقتله. اوكي يلا، هذا اول اثنين توهم بادين تقريبا. اوه قتله، ايش هذا؟ لحظة لحظة خلنا نقرأ.